Thank you.
السلام عليكم. كما كتشوفوا الاجواء هنا تاع الحفله هذا اللي دار هنا الوالي، شكرا بالمناسبه هذه. الحمد لله صافي بليزير اللي تحضر جوج لحظات كيما هذوما. ان شاء الله ماشي هذه الاولى ماشي الاخرى لهذه الولايه، ان شاء الله الانصار هذو يستاهلوا فرحه كيما هذه. كما قلت لك نشكر الوالي هذا اللي دارنا ريسبسيون اليوم قيمنا. ان شاء الله كما قلت الافراح هذه الدوم، ان شاء الله تجوز الليله بخير اليوم مع الافراح هذوما. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا ربي التتويج هذا والتكريم هذا من عند السلطات تاع الولايه اللي تشرفنا بحضورنا هذا. ما يخفالكش باللي كانوا واقفين معنا من ديبي سيزون، هما مسانديننا معنويا وماديا، الحمد لله اللي ما خيبناهمش. كنا عند حسن الظن تاعهم وحسن ظن الانصار اللي قدرنا باش ندخلوا لهم هذا البهجه وهذا الفرحه لمدينه شلف اللي مدينه تستاهل وفريق كبير يستاهل هذا التتويج. ان شاء الله العقوبه لتتويجات وافراح اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تتويج فريق جمعية شلف بكأس الجمهورية، اليوم نشوفوا المبادرة اللي قام بها سيد والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو تنظيم حفل على شرف كل الطاقم التقني والطاقم الفني واللاعبي جمعية شلف. هذه المبادرة التي نستحسنها نحن كمناصرين للفريق، نظن أنها هي تحفيزية ومشجعة لهؤلاء الشبان الذين زرعوا الفرحة. كما رانا نشاهدوا اليوم رانا حاضرين حفل كبير هنا في الولاية تاع شلف، نظن أنه انسان ينسى ذوك ينسى يعني لا 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 يعني كل ما جرى في الملعب. ورانا اليوم رانا يعني الشيء اللي فرح هو كي نشوف هذه الشبيبه كلها اليوم، وهذا الفضل كلش يرجع للمدرب عمراني ويرجع لكل الطاقم الفني ورئيس الفريق واللاعبين الذين هم كانوا يعني شجعان فوق الميدان. ونقول انه المبادره هذه نستحسنها ونثمنها التي قام بها سيد ولي الولايه، لان مثل هذه المبادرات هي التي تدفع بها هؤلاء الشبان من اجل اعطاء المزيد. وشكرا لكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر سيد الولي على لا ريسيبسيون هذه اللي شرف لينا نكونوا فيها اليوم بعد التتويج تاعنا. الحمد لله الشيء اللي فرحنا ويزيد يعطينا يعني ثقه اكبر ودعم معنوي خاصه، وباش نكملوا المسيره تاعنا اللي مازال ما كملتش. ان ريسيبسيون اللي نظن انه ما هي الا اربون الشيء اللي قدمه الوالي في طيله الموسم هذا، كان دائما مساندنا دائما واقف بجانبنا. ان شاء الله يكون مزيد من الدعم المادي. هي تعيشها مدينه شلف اليوم، ما نظنش باللي او على حسب ما نشوف اليوم منذ الاستقلال، ما نظنش باللي كان حماس وما كاش ما عاشتش ولايه شلف ما عاشته اليوم. هذا ما تفعله كرة القدم، هذا ما تفعله كرة القدم في الجماهير. الحمد لله الحمد لله، نشكر اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي على العمل اللي قاموا به من أجل إسعاد هذا الجمهور، ومن أجل كما يقول لك جعل هذا الجمهور يخرج إلى الشوارع للاحتفال بهذا الذكرى أو بهذا الإنجاز العظيم لفريق جمعية شلف. شكراً.